بسم الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعظم سلطان. الآن سنقارب بسرعة إن شاء الله مباركة الآيات التي تنبئنا عن ما جاء به ذو القرنين بفضل الرحمن. ماذا يقول ربنا؟ ويسألونك يا النبي عليه السلام عن ذي القرنين. هذا سؤال، أما جاي مع المؤمنين يحبوا يزيدوا يعرفوا حاجة غريبة بالنسبة لهم، ولا بنو صهيون حبوا يختبروه هل عنده من العلم اللي يقول عنده رب يعلم فيه. أي صديق يقول رب. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. سأتلو ماهيش عندي تو، لكن سأتلو تنزل القرآن العظيم. سأتلو عليكم منه ذكرا، يعني بعض فصول قصة هذا الرجل الذي رضي الله عنه. إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. كان أعطى ربي كما أعطى ملك سبع، فاتبع سببا، يعني من حالة إلى حالة، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين. شوف ربي ايش قال، شو قال للإنسان، يعرف كيفاش وهو ذو سلطان وذو جيش كيفاش يتصرف للخلق اللي هو اتصال به. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب، أي المجرمين المغرورين المفسدين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا ولا تسيسهم. قال أما شوف القريب، شوف اللي عنده لب حي وعقل مستنير. قال أما من ظلم فسوف نعذبه، قيموا عليه الحد، القانون يمشي يسوي بين الناس، امرأة ولا راجل، أمير ولا مأمور، الكل يدخل القانون. قال أما من ظلم، وين هاد؟ وين من الحكام من نوع هذا يتكلم؟ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. احنا قمنا بلي خلينا يتماشى مع القانون اللي هو من وحي رب العالمين بحسب العادات اللي سبقت والأديان التي سبقت للقرنين، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا، شوفك الإمارة متاعه. وأما من آمن وعمل صالحا يعمل بالعكس، اللي آمن وعمل صالحا يسخطوه ويعطلوه في تجارته ولا في مهنته ولا مجرد سمعته. وأما من آمن، احنا واحد من الناس أنا مرتي يقولوا ماتوا، عملوا حادث نقلوا، مريض، أنا مرض الموت، برا كل حد ديث بيت، انا تو في سرير الموت، هكا يبلغوا بالناس، مش حتى حد ما عاد يدور بيك وتقدم له خدمات، خدمات قرآنية، خدمات إنسانية، خدمات معناها علمناها ربنا عن طريق القرآن وخير البرية عليه الصلاة والسلام. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا. وبعد الحديث عن جماعة أخرى اللي قام لهم سد منيع يمنعهم من عبث العابثين، والسور مش بناء فقط، يجب بناء عقلي، بناء شخصية، بناء الروح حتى لا يمسها فساد ولا مجر. عاد بعد يجي ما عملوا لهم السد، يقول لهم السد ده ما قالوا كذا وكذا، سنرى في الشريط الآتي إن شاء الله تعالى.